شو القصة؟ جيت لقلك إنه هذا البيت بس للناس الشريفة، مو للي مثلك. أنتي خلص شغلك بهذا البيت على الآخر، ولهيك فيك تروحي هلأ. نقلعي. سيد يوب بترجاك اسمعني شوي. شو بدي اسمع؟ قد ما كانت القصة حلوة أكيد رح تكون كذب. أنا خلص ما عاد صدقك. أنا ماني بهذا الغباء لضل صدق حكيك. ما رح أغلط غلطة أخي روناك لما صدقك ولحقك، لأنه مرت أخي اللي دفعت الثمن. هاي المرة نفد بيتنا من الخراب، بس لو أنت بقيتي فيه فما رح نقدر ننفد مرة تانية لو شو ما صار. يلا انقلعي.